أنا دكتور بهيج، ده اسمي. وحيد، دي حالتي. وحيد جدا، حياتي مملة وخالية تماما من أي أحداث. لما أحب أحس إن حياتي مش مملة بفتكر زمان، بابا وماما كانوا أول مصريين راحوا إعارة للخليج، عملوا قرشين وجابوا المروحة والكاسيت الدبل، وقرروا يرجعوا عشان يربوني في وسط أهلي وناسي في وسط بلدي مصر. افتح الطريق. متشكر قوي. تعال يا عم. وكل اللي فضل سليم بعد الحادثة أنا والمروحة. وجه جدي واستلمنا، بالرغم من أن دي كانت أول مرة نشوف فيها بعض، إلا أنه اداني حنان الدنيا كلها. كان فرحان بيا قوي، كأني هدية ربنا بعتها له في عز وحدته. ومع الوقت ارتبطنا ببعض أكتر وأكتر. ما بقيناش نعرف نستغنى عن بعض، لدرجة إني كنت بستنى يوم أجازتي عشان أروح معاه الشغل، أصله كان بيشتغل مدير الجنينة. وهنا اكتشفت عالم تاني خالص. اتربيت وسط مخلوقات جميلة، ذكية، حساسة، دمها خفيف. ودي كانت أول هدية جاتلي في حياتي. هتسميه ايه؟ حلو. ولما كبرت وقدرت أخش كلية طب بيطري وجيت أفرح جدي. الله يرحمك يا جدي. الصدمة كانت شديدة، حتى حنفي ما استحملهاش. ومن ساعتها عرفت المعنى الحقيقي لل عبيد. عبيد. الوحدة. اتأخرت على الشغل. وهذا المزلاج الباتي ناجي أصبح وسيلة انتقالي الوحيدة عبر طرقات وأنتريهات الشقة. اسمه العلمي الإسكوتر. هناك من يسمونه سكوتر زي كمبيوتر، وهذا خطأ لغوي شائع. عادة لا أتأنق بهذا الشكل المبالغ فيه وأنا ذاهب إلى عملي، ولكن النهاردة يوم مش عادي، أصل ليلة جاية. يا ترى هعرف أكلمها ولا زي كل مرة؟
كده تمام. والله يا حبيبتي والله كنت طول الليل في العيادة بعمل عملية القطة، صاحبتها بقى مغرقة نفسها برفيوم فطبيعي ان هدومي طلقت. طب كنت قافل تليفونك ليه؟ يا حبيبتي ما انا بقولك كنت بعمل عملية، يعني هكون بعمل ايه؟ محتاج اركز، لازم اقفله. وبعدين بلاش بقى الشيطان يقعد يوسوسلك بالحاجات الغريبة دي، انت عارفة انا بحبك قد ايه، ده انت مراتي وحبيبتي وامي. عملت ايه في العيادة امبارح مع الموزة يا بتاع القطط يا مخربش؟ طلقني طلقني. الله يخرب بيتك يا بهيج، زي ما خربت بيتي وطلقتني على بيت اليوم اللي عيالك معايا في حته واحده. يبقى كنت بتكلم مراتك احسن، تستاهل، عشان انت راجل خلبوس وعايز عايز شد اذنيك. وانت مالك انت، انت واصي عليا يا اخي. بقول لك يا بهيج اطلع من المكتب، مش عايز اشوف وشك النهارده خالص. عارف يا دكتور شريف، قال شريف قال اللي منعني من اني اتخذك كصديق او حتى انتيم انك رجل عربيد اخطبوطي متعدد العلاقات. يا اخي غور صداقتك ما تنرفزنيش، غور من وشي السعادي. انتك دي أكبر دليل على إنه لسه عندك بواقي ضمير. إيه رأيك نصحي هذا الضمير النائس؟ هيا بنا. انظر يا صديقي إلى الجانب الإيجابي في حياتك. انظر، متزوج من فتاة قوقازية محجبة جميلة، عندك سيارة متريكس لونها قرمزي بالقسط، مخلف عيل غلس بخدود وبقورة الشبع. سيب قرتي بقى وغور يا أخي من وشي. حتني وراك، حتني لحد ما صحي هذا الضمير. غور يا غور. ايوه حد من ده عليه. انا اسف انا اسف يا ابني، اكبر بقى وبطل لعب العيال بتاعك ده، طلعت عين امي. انا اسف يا عم نصحي، انا كنت بضحك معاك. بتضحك؟ طب روح روح شوف شغلك. طب اساعدك في روح اساعدك بس في روح. كنت عاوزني في ايه؟ جبت لك هوت شوكليت بدل اللي خلص، يا ريت تعملي منه كوبايه وتشهل عشان في حاله عايزه تيجي تساعدني فيها. انا ايه؟ هات. هتعرف تلقف؟ لا يا لعيب. لا هوبا فوفا. بس عايزك بقى تطمني على الاخر ايه؟ حالتها بقت زي الفل، وعموما لو حصل لها اي حاجه كلميني. على فكره انا ممكن اجي البيت اكشف. بس مش هنتعبك؟ يا ريت. خدي رقمي دكتور يوسف، او ممكن بقى نشيل الالقاب خليها دكتور جو، كلميني في اي وقت هرد عليك. نفس الكلمه اللي بتقولها لي كل يوم وبرضه ما بتردش. انا راضي ذمتك يا نسا، هنروح بعيد ليه؟ بصي ادي موبايله اهو اهو، كلمته امبارح 32 مره مسجل لي برشت. طب اتفضلي حضرتك دلوقتي ونبقى نتكلم عليه، لو حصل لها اي حاجه تكلميني. باي باي. ايه يا عم ايه الدخله اللي دخلتها لي دي؟ كنت هتطير المصلحه. ده لفظ يقوله دكتور محترم؟ عيب على المعطف اللي انت لابسه يا اخي. بعدين انا مخصمك ما بكلمكش. ليه 32 مره كلمك ما تردش عليا؟ طب الهداوه كده، انت عمرك كلمتني وانا رديت عليك؟ لا. امال مالك بقى في ايه؟ مش عارف يا جو، يمكن عشان اصطدمت كالعاده مع صديقنا دكتور شريف. وليه؟ عشان بحاول اصحي بواقي ضميره اللي انت ساهمت في قتله. انا مالي يا عم، ما حدش بيضرب حد على ايده. طب انت راجل عازب وبوهيمي ومقضيها وقالب بيتك مخور، ساحل الراجل معاك ليه؟ الراجل متجوز وعنده عيل سخيف شبهه بخدود. طب تعالى تعالى معايا وانا هصالحكوا على بعض. اهدى بقى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لا فين الابتسامه الحلوه؟ اهي اهي يا جو اهي. جو 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 صحه الحيوانات يا اخي. يلا 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 صالحني عليه. يا حبيبتي والله والله كان واحد صاحبي وبيهزر معايا. قلت له ما ينفعش ما يصحش تهزر معايا في الحاجات دي، عيب. اعتذر لي فورا لما عرف اني بكلم مراتي وحبيبتي وام ابني. اهو البيه اللي بيقطص مراته وبيقضي العيال الحمراء في العياده كل يوم. يا اخطبوطي النزعه. ايه اللي سيبني، انا اتخانقت منه. بس هتلم المستشفى، وطي صوتك. ده مش صوته، ده صوت ضميره اللي بيستيقظ. طب والله العظيم اقتلني. وانا اللي جاي اصالحك يا حيوان، انت لا ينفع معاك الا العراك. بالبلح يا كلب. والله انا موتك بلح يا كلب. هموتك بلح. اهدوا يا دكاتره، في زباين بره. الانسة ليلى جت. يا
لسه الزبونه دي معصلجه معاك يا عمي؟ كله بالحنيه بيفك. ما اعتقدش انها هتفك. بنت دي ظاهر شكلها محترم. انا عايزه الكلب بتاعي بعد اذنك. ليه بس؟ ده لسه ما خلصت العلاج. وبعدين احنا بعد لسه بعد اذنك. انا عايزه الكلب بتاعي. انا مش جايه اتناقش، ويا ريت بسرعه عشان مستعجله. خلاص يا فندم ما تزعليش نفسك، انا هروح اجيب لحضرتك الكلب حالا. طب ممكن حضرتك تهدي شويه؟ تحبي تشربي ايه؟ شكرا مش عايزه اشرب حاجه. انا باجي هنا تقريبا كل يوم بقالي اسبوعين، وكل مره حاله الكلب بتبقى اسوا، وده معناه حاجه من اتنين، يا اما حضرتك مش شايف شغلك كويس، يا اما بتهزر. وفي الحالتين انا هاخد الكلب بتاعي دلوقتي حالا وامشي بدل ما اعمل لكم مشاكل. أنا سليلة. نعم. صباح الخير. إزاي حضرتك؟ عاملة إيه النهاردة؟ الحمد لله. في حاجة؟ واضح إن حضرتك مش متذكراني. معلش مش واخدة بالي، مين حضرتك؟ حضرتك آخر مرة كنت فيه عندنا في المستشفى كنت منورانا قوي حضرتك، كنت منور المستشفى كلها. يوميها كنت بتحتسي النسكافيه بتاع حضرتك، وبعدين مع تاني رشفة أو تالت، يا ربي تالت رشفة، هطلتي على روحك. افندم قصدي قمتي اسقطتي بضع قطرات على قميصك وطلبتي منديل. وبعدين انا المنديل، قصدي انا اللي اديت حضرتك المنديل من الشباك. يعني مين حضرتك؟ انا دكتور بهيج، اهلا وسهلا. انا بشتغل في المستشفى هنا، وكنت بتابع حاله الكلب بتاعك من ان الى اخر، واللي عنده ده فيروس اسمه البارفو، ده فيروس ملوش علاج في العالم، وانا شخصيا بعتبره فيروس خازوقي، علشان لما بيلزق في الكلب ما بيطلعش منه تاني. عموما الكلب حضرتك تقريبا قدامه يومين ثلاثه ويموت. بعد الشر، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا اسف، انا كان قصدي اطمن حضرتك. انا عايز اقول لك ان اليومين دول بعمل ابحاث علميه عن الفيروس ده، وبالفعل وصلت الى نتائج ايجابيه. تقدري تقولي بقى في بصيص من الامل؟ بصيص؟ يعني انت عايز مني ايه؟ رقم تليفون. عايز اقول لك ان اي شرفني اني اعالج كلب حضرتك. ثانيه واحده. ده الكارت بتاعي. فوتوشوب. عندي اخوه بس مع سنافر. ميرسي جدا يا دكتور، انا بجد مقدره اهتمامك، بس دي اخر مره انا هاجي فيها هنا. ارض لك يا دكتور. انسى انسى، في بلان دي مأمن خروجه النهارده لوز. فاكر البنتين بتوع اللابرادور الشوكليت؟ انهي لابرادور شوكليت؟ اللي عضك. ايوه البنتين افتكرتهم، انت ظبطتهم؟ عيب عليك يا ابن اللذينة. بس في مشكله صغيره، معاهم واحده قريبتهم مش هينفع يخرجوا من غيرها، فلازم بقى نجيب معانا حد تالت يلبسها بدل ما تبوظ لنا الليله. ماشي، تفتكر نجيب مين؟ شو ايه مالك؟ ايه مش عارف ايه، متوتر ومتوقف. اول ما اشوف كميه السيدات دي على الحقيقه، وكلهم يا العين من فوق يا العين من تحت. طب ايه؟ بس تعال تعال. اشرب هتسقولي خمره يا انزال.